بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مشاهدي قناة التلميذ المتميز من زملاء وأولياء تلاميذ أهلا وسهلا بكم إلى درس جديد. دائما مع أقسام السنة الرابعة والخامسة ابتدائي اليوم بحول الله أقدم لكم درسا جديدا من دروس الإملاء ألا وهو الهمزة المتطرفة. فما هي الحالات التي تكتب فيها الهمزة المتطرفة؟ لنلاحظ ذلك فيما يلي. وقبل أن نرى الأمثلة لنتذكر معا هذه الأساسيات في الإملاء قلنا في الحصة الماضية بأن الفتحة يناسبها الألف وأيضا في الإملاء الضمة يناسبها الواو أما الكسرة تناسبها النبرة السكون يناسبها السطر الآن بعدما أن تذكرنا هذه الأساسيات في الإملاء لنرى هذه الأمثلة وأول مثال يقول تلجأ سامية للمداواة بالعقاقير. لاحظوا جيدا هذه الكلمة الملونة تلجأ أين لونت أيضا بالأحمر الهمزة. في أي مكان كتبت هذه الهمزة في كلمة تلجأ؟ إذا سنقول كتبت الهمزة في كلمة تلجأ في آخر الكلمة. وعندما تكون الهمزة في آخر الكلمة تسمى متطرفة. فالهمزة المتطرفة هي تلك الهمزة التي تكتب في آخر الكلمة الآن على أي حرف كتبت هذه الهمزة؟ سنلاحظ بأنها كتبت الهمزة على الألف ونحن قلنا بأن الألف تناسبه الفتحة ما هي هذه الفتحة التي بسببها كتبت الهمزة على الألف سنقرأ تلجأ الفتحة تتواجد في الحرف ما قبل الهمزة رغم اننا عندما نلاحظ بان الهمزه هنا يوجد فوقها ضمه الا ان الهمزه كتبت على الالف نسبه للحركه التي قبلها التي هي فتحه فماذا نقول كتبت الهمزه على الالف في كلمه تلجا لان ما قبلها مفتوح فنستنتج مباشره بان الهمزه المتطرفه تكتب على حرف يناسب الحركه التي تسبق الهمزه لنذهب الآن إلى المثال الثاني الآن والذي يقول تلمع النجوم كاللؤلؤ وفي هذه الكلمة اللؤلؤي لدينا هنا همزتان همزة المتوسطة هذا درسناه لكن الآن اليوم سوف نركز جيدا على هذه الهمزة الملونة بالأحمر هي أيضا كتبت في آخر الكلمة إذا هي التي تسمى بالهمزة المتطرفة إذا ما لاحظنا هي كتبت أيضا على الواو لاحظوا جيدا هذه الهمزه المتطرفه فيه كسره وما هو الحرف الذي قبلها يوجد ضمه رغم ان الكسره اقوى من الضمه الا ان الهمزه كتبت على الواو الحرف الذي يناسب الضمه لماذا لان كما قلنا الحرف الذي يسبقه هو الذي يقرر على اي حرف تكتب الهمزه اذا كتبت الهمزه في كلمه لؤلؤين على الواو لان ما قبلها مضموم الى المثال الثالث الان الذي يقول القسم دافئ. لاحظوا جيدا كلمة دافئ. لدينا هنا همزة متطرفة لأنها كتبت في آخر الكلمة. لكن هذه المرة هذه الهمزة كتبت على النبيرة. والنبيرة كما قلنا سابقا تناسبها الكسرة. أين هي الكسرة؟ أكيد متواجدة في الحرف الذي يسبق الهمزة لأنه هو الذي سوف يقرر. لذا كتبت الهمزة على النبيرة لأن ما قبلها مكسور. الى المثال الاخير الان يقول لون السماء ازرق لاحظوا جيدا هذه الكلمه السماء كلمه فيها همزه في اخر الكلمه اي متطرفه لكن هذه الهمزه المتطرفه هذه المره كتبت على السطر وهنا قلنا بان السطر يناسبه السكون اين هو السكون هو فيما قبل الهمزه فنقول كتبت على السطر لان ما قبلها ساكن لنكتب الآن القاعدة ويجب أن نتذكرها جيدا لتعليل سبب رسم الهمزة المتطرفة يجب النظر إلى حركة ما قبلها فقط نعطي مثال لكي نفهم إذا المثال يقول جريء كيف نعلل هذه الهمزة المتطرفة في كلمة جريء سنقول كتبت الهمزة المتطرفة في كلمة جريء على السطر لأن ما قبلها ساكن بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذا الدرس الذي اتمنى ان يكون مفيدا لكم لا تنسوا الاشتراك على قناه التلميذ المتميز والى اللقاء